أي إنسان أقدم على معصية لو أنه استحضر عظمة الله واستحضر أنه سيوقف يوم القيامة ليسأل: لما عصيت؟ لما أكلت أموال الناس بالباطل؟ لما غششتهم؟ لما احتلت عليهم؟ لما أفسدتهم؟ الإنسان بنيان الله، وملعون من هدم بنيان الله. ما من إنسان يستحضر يوم القيامة في كل حركاته وسكناته إلا استقام على أمر الله، والويل لمن لا يستحضر هذه العظمة يوم القيامة، لمن لا يستحضر عظمة يوم القيامة في الدنيا. المجرم لماذا يرتكب الجريمة؟ لأنه يغلب على ظنه أنه سيسلم من العقاب وأنه سيتمتع بهذا المال، ولو أنه استحضر الإعدام لما أقدم على هذه الجريمة. والسارق لماذا يقدم على السرقة؟ لأنه يغفل عن العقاب، يستحضر الجانب الذي يتوهمه صحيحاً أنه سيستمتع بهذا المال، ولو استحضر أنه يلقى القبض عليه ويودع في السجن لما سرق. لذلك ضعف رؤية، وأخطر شيء في حياة الإنسان رؤيته. ماذا ترى أنت؟ من الناس من يرى كسب المال الحرام غنيمة وإيقاع الأذى بالناس غنيمة، الاحتيال على الناس مغنم كبير. ما من خطأ يقع من الإنسان إلا لخطأ في رؤيته، ما من خطأ يقع في الإنسان أو يقع من الإنسان إلا لخطأ في رؤيته. لو رأى الحق حقاً واتبعه، ورأى الباطل باطلاً فاجتنبه، لما شقي لا في الدنيا ولا في الآخرة. قضية الرؤية. مرة أقول: لا تحب أحداً، أحب نفسك. إن كنت مفرطاً في حب ذاتك فلا بد من أن تستقيم على أمر الله، لأن الخير كله في طاعة الله، ولأن الشر كله في معصية الله. ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر أو أن تعصيه وتربح. صحح رؤيتك. الناس يعيشون لحظتهم ولا يعيشون مستقبلهم. يريد مالاً وفيراً، بيتاً كبيراً، زوجة رائعة، مركبة فارهة، يعيش لحظته، فإذا جاء يوم الحساب ندم أشد الندم. إذا جاء يوم الحساب يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. كل بطولتك أن ترى المستقبل قبل أن تصل إليه، أن ترى العقاب قبل أن تناله، أن ترى الثواب قبل أن تأخذه، أن تعيش المستقبل. الله لا إله إلا هو. ألا ترون ما يجري في العالم؟ ألا ترون ما يجري من انتهاك لحقوق الإنسان؟ من قتل وتدمير، من إذلال وتقتير، من إفقار وتجهيل. هؤلاء الذين يفعلون هذا ليس لهم رؤية صحيحة أبداً. يرون الفوز في السيطرة، يرون القوة في الغطرسة، أما حينما ترى أن لهؤلاء العباد إلهاً سوف يحاسبك عن كل قطرة دم أريقت وعن كل دمعة هطلت من عين بائس وعن كل طفل لو رأى الطاغية الذي يفعل هذه الأفعال ما ينتظره من عقاب لصعق ومات. ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. قضية رؤية أيها الإخوة. أنت حينما ترى الحق حقاً تتبعه، وحينما ترى الباطل باطلاً تجتنبه. قضية رؤية فقط. إن صحت الرؤية صح العمل، وإن فسدت الرؤية فسد العمل.
سيدنا يوسف هذا النبي الكريم حينما دعته امرأة العزيز ماذا رأى حتى قال معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين؟ مليون إنسان يوضع في مثل ظرفه فيرى الإقبال على هذه المعصية مغنماً كبيراً، ماذا رأى؟ رؤيا. صحح رؤيتك، كلما ازداد علمك تصح رؤيتك. لماذا يأتي إنسان يأكل فاكهة دون أن تغسل ولا يشعر بشيء؟ أما الطبيب الذي يرى الأمراض الفتاكة والأمراض الإنتانية وعدوى الأمراض والجراثيم وما تفتك بالإنسان لا يأكلها قبل أن يغسلها، علم الطبيب أكسبه رؤية، فغسل كل شيء وعقمه قبل أن يأكله. والجاهل بأمور الجراثيم والعدوى والأمراض جهله جعل رؤيته منطمسة، فأكل فاكهة دون أن يغسلها فمرض. مشكلة الرؤية. قد يأتي إنسان يجهل بالقانون فيرتكب حماقة تدمره، يأتي إنسان متمكن من القانون فيمشي وفق القوانين ويسلم في دنياه. قضية رؤية. قد يرى الإنسان أنه أنجب هذا الولد وانتهى الأمر ولن يكون عبئاً عليه، أما حينما يكتشف بعد حين أنه خسر ولده وأن ولده غارق في الموبقات وفي المعاصي والآثام يندم ندماً لا حدود له. أما إذا رأى أنه لا يسعد إلا بسعادة ابنه ويشقى بشقائه، هذه رؤية. كلما ازداد علمك بالله صحت رؤيتك، وإن صحت رؤيتك صح عملك، وإن صح عملك سعدت في الدنيا والآخرة. وكلما ضعف علمك فسدت رؤيتك، وإن فسدت رؤيتك فسد عملك، وإن فسد عملك شقيت في الدنيا.